هذا البرنامج برعاية وردة سرها المحبة بمساهمة ديليس تارتي فريش بن ديليس يبنن العيشة نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب نجمة راك حرة بمناسبة شهر رمضان تمتع مع ليلى باللي برومو سبيسيال على جافيل ليكيد فيسيل و اسويتو ليلى ماكسي بلدينا محلاك محلاك يا لميمة لك خيمة تختيني فانواز بنتها ما كيفاش فانواز حلوة منك يا غرد ديليس يعطيك الصحة بذرة صدق زرعناها محبة لقيناها سيكام محبة وغرام عسلامة ومرحبا بكم في برنامجكم الكوجينة اللي يقترح عليكم كل مرة دي غوسيت جدد ويسهل عليكم الدبارة تيلة شهر رمضان كالعادة معايا لي شيف في السكري اليوم معايا شيف امين شيف امين مرحبا بك مرحبا مليك شحوالك الحمد لله فورما في فورما احكي لي اليوم شنعمل اليوم حاجة بنينة اليوم شنعملوا رابيل الحاجة الناس كل تحبها في رمضان ديجا وفما دي بارتي في تونس ياكلوها ياسر فهمتني اللي هي الباتاشو باش نعملوا دي ميني شو بارفيمي بالسبونسور اللي عندنا باش نشخشوا الدنيا اليوم ان شاء الله دونك اليوم باش نتعلموا القواعد نتاع الباتاشو اللي هي زاده كيف كيف تصلح ليزيكلير وتصلح لبوكو دو بريباراسيون وتجي مالحه وتجي حلوه دونك تبعوا مليح الحلقه نتاع اليوم اما قبل ما نديماريو الباتاشو نتاعنا باش نمشي مع الشيف كريم شيف كريم شنو حوالك؟ سافا ميرسي مرحبا بك بحذانا ميرسي بوكو احكي لي شنو باش نعملوا اليوم؟ دونك اليوم باش نعملوا فيك دانوني Donc, d'accord, Eli. En fait, Vanoise a amené une édition spéciale de Brick Danoni. C'est la allure, fait avec le hrouchey, de Smith, fait avec le chayim. C'est une recette traditionnelle. Je ne sais pas si vous avez choisi de choisir. Exactement, maintenant, je cherche beaucoup d'ingrédients. Donc, on a juste la préparation heavy. Je ne sais pas si vous avez mis ce roux, maintenant, la ومع شويه ويل فيجيتال اللي هي شويه زيت جو بلس نتاع نجمه وهكا تبدا عندكم اون بات حاضره وميم بات تستحق اون فيت باش تخليوها ترتاح دونك اديسيون سبيسيال نتاع فانواز هذيا هو اللي باش نستعملوه اليوم باش نعملو بريك دانوني باش نعملو حاجه اخرى اكزاكتومون عندنا بور لونتري عندنا البريك دانوني اون سويت باش نتعداو باش نعملو تالياتيلي كروفيت وقرنيت دونك باش نستعملو دي برودوي فري معناتها حاجة فريشكا عندنا الكروفيت عندنا القرنيت هريسة عندنا الطماطم السيكام دونك باش نستعملو الطماطم المقشرة معناتها الطماطم الحية والطماطم المعجونة يعطيك الصحة فوالا باش الطماطم المعجونة على الكوتي التونسي نتاعنا هذاك اللي تحبوه والطماطم الحية خاطر فيها ديجا ثوم فوحة دونك باش تعطي لك الكوتي رابيل شوية لإيطالي إيطالي دونك فوالا باهي شيف ميلا نخليك ديماري أنت بالبات بارفي اللي هي ذكركم 125 مليلتر من المي تياد و 150 مليلتر من المي تياد وقداش شيف جو بلوس 125 مليلتر 125 مليلتر وين الزيت اهو هوب دونك كيما شفنا سي تري فاسيل معناتها ما عشناش نشوفوا الفرينه والسميد كل شيء حاضر انا جوست ميلونج تري بيان شيف خليك ميلا تعمل البارتي هذيا اونتر تان انا باش نتليها بالفخس شيف الفخس الفخس دونك باش نستعملوا عندنا لحم مفروم اي بصل اي وشويه معناتها باش نطيبوا وشويه ثوم تشيشه ثوم حتى انا باش نقول لك وين الثوم شيف مازالش نزيد شويه ثوم بيان سور الثوم ديما الثوم في الماكله التونسيه اي ومن بعد كي باش نعملوا الفخس باش نكملوها لازمنا نحطوا الحاجات اللي خليوها تبرد شويه باش نخلطوا عليها توسكي عظم اي ومعدنوس والفخوماج عندنا فخوماج تري بيان شيف دونك انا نذكر كالعاده بالله كي تبداو تخدموا في اللحم المفروم ديما امشيو كي تمشيو للزازار فما قواعد في اللحم المفروم اول حاجه ديما اختاروها الطرف اختاروا الطرف
اللي هو فيه اون بارتي من الماتير غراس معناها مش حم مش برشا اون بارتي هبره قل للززار يفرم الحم قدامكم كما تبداو متاكدين من الجوده نتاعو سي تري امبورطون الحم مفروم راه ما يشدش برشا لازمكم في ساعه في ساعه تستعملوه وفي تطيب الحم مفروم بصفه عامه انا ديما 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 ننصح باش تبداو على نار قويه علاش على خاطر تو سامبلومون سينون باش يصايب الماء نتاعو الكل وباش يشيح باش يولي فيه ما عادش فيه حتى مطعم دونك باش نبدا بالبصل فوالا لازم ديريكتومون تغني المقله نتاعكم سا فو دير كو لا تمبيراتور هي هذيك معناتها لازم يكون فريمون سخون الزيت دونك احنا ديجا هنا حطينا الماء الملبن دونك باش نزيدو الزيت نجمه très bien donc voilà directement on كملوا نخدموا هالبات اللي تولي voilà exactement juste نحيو اللي يلصق على جناب ومن بعد نكملوا بيدينا وحاجه اخرى كي نحط هكا نقلي البصل والثوم ديما نحط البصل من الاول باش هكاك الثوم جو سو سور ما يتحرقش خاطر البصل ديما يسيب شويه ماء تشيشه مش برشا دونك كما يخلي لي الثوم نتاعي ما يتحرقش كي نحط البصل او ديبي فوالا و فريمون جوست المو هاكا الي اسي فاسيل ظهرت لي تري فاسيل وفيسا فيسا معناتها تتلم جوست معناتها واحد اللي مستانس يخمم شام بريك دانوني دونك توا سي نجم نعملوها حتى بلو رابيدمون كل بريك نورمال معناتها شويه ملح كي نحط الحب المفروم ما نمسوش ياسر زيادة ما على خاطر تو سامبلومون باش نخليه فريمون يطيب ما نخليش يسيبك الماء نتاعو هذاك نخليه يطيب وبعد هاتو نقلبو هوب دونك فوالا لا بات نتاعنا كومونس بدات تولي تري هوموجين فوالا بيان سور عمرنا ما نستعملو على بات معناتها سخونة خليط سخون بلوتو على البات نتاعنا ديما نستناو حتى لين اللحم يبرد كومبليتمون خاطر ما كانش تبدا تزيد تطيب وتسيب الماء نتاعها اكزاكتومون وسورتو في رمضان عندنا الوقت دونك قبل شقا الفطر دونك فوالا انا نحبوا اللحم المفروم شايف كي فريمون تبدا فما اون كولوراسيون يحمر شويه يحمر شويه غادي من يعطي فريمون البنه نتاعو سينو يظلي ما فيه حتى ما تعمل فيه الماء سورتو يتنحى الماء يتنحى الماء يولي بلوس معناتها يولي بلو عنده اكثر مطعم نخليوه عقلنا اونتر تون صحيح حضر ظهر لي الفات صحيح حضرت انا ما ميم با عندنا بيتريساج ولا با دي تو فريمون تري فاسيل تو جوست باش نخليها ميم با ترتاح دونك اون بو معناتها نجم تو نبدا نحلها بالقلقال نتاعي اوكا داكور تري فاسيل فريمون تري بون بات تري بيان نزيدها حتى شي فريمون تو تو النيسيسير في وسط الباكو باهي شيف انا هيدي بريسك حاضر خليها بركا تحمر لي شويه مع هاك الغاز الكل فوالا دونك باش نسلف شويه فرينه من عند وي الوغ حب شويه فرينه نعطيوك شويه فرينه شايف فوالا كم ساعه باش تحل بها اكزاكتومون باش ما تلصقليش في الله جوست ان بو فريمون ميرسي ان بلوس البات هذه تعمل لكم ابوبري 40 كعبه معناتها فريمون تبارك الله معناتها تنجموا تعملوا كميه باهيه وبعد تنجموا سوا تقليوها سوا تطيبوها في الفور كما تحبوا انتم انت اليوم شايف اش قربت نقليوها 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 عندك الحق شايف بريك دانوني البنة نتاعو في القلية ايوا كنت من بعد كنت قرميشة والحروشية نتاع السميد
بعد الجماعة اللي يقلقهم الزيت القليان وكل شيء، مي لا بلوبار دو تو معناتها الزيت نجمة إلي تخي تخي غافيني تخي. وليه ديجا ما يخليش جو في الماكله، ما خليش في الماكله. انا ديجا في اللي جاتو ولا في اللي كيك وكل شيء لا يخلي لا ريحه لا جو. ديو بلس نجمه ديو بلس. فوالا هذيا شيف، مهمتي انا معاك افيت. يعطيك الصحه، برافو. ديجا الريحه فوالا. الحب تاعك هاو حاضر هوني. نخليك شاف تحل البات نتاعك. سوبر. اونتر طون تبرد اللحم يبرد ونجي بحذاك شاف باش نعملوا الباتاشو. الباتاشو سبقتكم شويه، جوست حضرت لي ميزون بلاس وزنت. الباتاشو منش تتكون؟ من انا نخير ديما نعملها شطر ماء وشطر حليب. 125 غرام ماء، 125 غرام حليب، باش نعملوا ربع يتره حاجه صغيره. ماك ديما تقول لي ما عادش تعجن بال 500 دونك برشا علينا. دونك عملنا 4 لتر المره هذه. 125 غرام ماء، 125 غرام حليب، 5 غرامات ملح، 7 غرامات سكر، و110 غرام زبده ديليس. حطيناهم الكل مع بعضهم في كسر هنا، باش نحطهم على الغاز. يلا صاي حطيتهم غلاو غلاو. صاي غلاو هو قدمت برشا شيف. قدمت. لا تحب نعاود نرجعوا نغليو ونرجعوا نغليو جست باش نربحوا الوقت، خاطر ديجا فيسيت مازال فيها الكراكلان اللي انا حضرته، ومش نطيبوا الكريم باتيسير ومش نوريو الكارنيتو. فهمتني؟ دونك جست نعاود. حطينا الحليب 125 غرام ماء، 125 غرام حليب ديليس، عليهم 5 غرام 5 غرامات ملح و7 غرامات سكر و110 زبده ديليس. حطيناها تريفات صغار وحطيناهم خذوا غلوه مع بعضهم فوق مع بعض. دونك 150 غرام فرين ورده. بيان سور فرين ورده باتيسير سبيسيال تاع جاتو. نصبها وتو باش نعاودوا نطيبوها على النار. جيس نخلط لهنا، مش نرجع نشيحها. بالنسبه للكميه صغيره كي من هكا، دونك تستحق نتاع دقيقتين دقيقه ونص تشيح على الغاز لين من بعد تولي هي ما عادش تشد في اللي. اهم استوس هذه اهم استوس راهو من بعد كيفاش ندخلوا العظم واحده واحده. اهم استوس زاده لازمنا نبردوا الباتاشو، فما شكون اللي ما يبردهاش يحطها ديريكت يبدا يصب في العظم. فهمتني؟ علاش؟ على اساس خاطر العظم ياكل شوكة كيكا ويجي ما يطيب في سخانه مش سخانه. دونك نشيحوها مليح. فما حاجه اخرى زاده مهمه اللي في الفور في الباتاشو مثلا. ساعه على ساعه يبدا الفور الجوان نتاعو، خاطر تخدم الروسيت وبعد ما تنجحلكش الجوان السيليكون نتاعو يبدا مقطع مثلا محلول، هذيك ما تنجحلكش. ولا الكلي يبدا فيرمي، معناها التيراج نتاع الفور ما يخرجش الهواء. خاطر فما فران تلقى صعب. نعرف عليه انا التيراج نتاع الفور مثلا. نحكيو اللي مثلا انا نحكي كوتي شويه بروفيسيونيل، خاطر الاشكاليه هذه قاعده تصير حكم اللي انا نعمل ديفورماسيون وندور البلايص. نلقى ساعات الباتاشو نلقى كي يبدا الفور قريب تقول لي ما نشحتليش في البلاصه هذه. يبدا التيراج، معناها البلاصه اللي تخرج الهوميديتي تبدا مسكر عليها ولا الفور قريب. بار كونتر اللي في الديار هذوما ديجا ديما تلقاو راهم اسباس باش مش تخرج، معناها هذاك علاش اللي في الديار. اما نحكي اللي عنده فور ويبدا مسكر مثلا التيراج نتاعو، معناها البلاصه نتاع تخريج الهواء كيما نقولوا تبدا مسكر عليها. دونك تجم خاطر هو الهواء الهوميديتي لازمها تخرج تشيح. فهمتك. كيما شيحناها تو في الكويسون جوست باش نخليها ترتاح شويه تبرد شويه، باش نحط لانسي الكريم باتيسير نتاعي اللي هي ميثود سهله. دونك شيف وي اونتر تو دونك هنا حلينا البات. خليك جوست تحسب التوزن دونك هنا جوست حلينا البات باش نبدا نحط نعمل اللي اي بالامبورت بيس نتاعي. دونك مش حاجه كبيره برشا زاده، يفو با شموا واحد ينجم يشيخ معناتها يشيخ عليهم ياكلهم شوي بشوي حتى في السهريه جوا شويه كل شيء. دونك فوالا بالامبورت تري ديليكاتمون حطوهم ا كوتي. انا اونتر تون في الفرس نتاعي باش نزيد دونك فما جوست عظمه طايبه يبسه ومرحيه تو سامبلومون. شويه معنوس ويفو با اوبليي الجبن. Le fromage. Le fromage. Exactement. Le gruyère délice. Wow. Bah, Benisbel, le fromage, il ne faut pas hésiter. Aïe, 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 trafche, trafche, chef. Trafche.
خاطر هو واللحم سي سا كي فا بوغ خاطر احنا فينالمون مانيش باش نحطو عظم دونك هو يفا سيرفيغ دو ليون دو بنة دو كل شيء فوالا يعطيك الصحة وشاك فوا كي نعملو نقصو البات نتاعنا اللي يقعد نعاودو نلموها ونعاودو نحلو باش ديما نلقاو ما نخسروش البات نتاعنا باهي شيف سيرتو كي تبدا بنينة اوكي فو معناتها نبروفيتي فوالا الباخت نتاعك حاضرة شيف الله يعطيك الصحة فماش حويجة تحب تزيدها شوية فلفل زينة ولا حاجة ولا سبا لا بيان سور باش نزيد الملح وشوية بعد نحط شوية ملح نفاكوتي نجمو نبلاكوتي معناتها نجمو نذوقوها في رمضان صعيب شوية شيف نعرف مي في سير الايام معناتها نجمو نذوقو باش باش ثما اللي يحبها حاره يحبها يزيد شويه عليها شويه كوكو هذا ديبون انت واللي قلت انا نقول لك شنو شي قول لي شي نحط فيها الفلفل هذا الحرب شويه باش تعطينا توزميزه صغيره على راحتك فوالا حتى الكولور بدل اكزاكتومون وتو تشوف وتو تذكرني شيف فيها الحكايه هذه فما دايوغ اللي يحطوا في وسط بريك دانوني فلفل بر العبيد مقصوص اكسيتيرا فوالا يعطيك الصحة بعد سي ديزالتيرناتيف اللي واحد نجم يعمل كيما يحب كيما يشتهي باهي شيف مي لا خليك تبدا تعمل في البريكيت نتاعك لو طون اللي نكمل الكريم باتيسيير ولا هي الباتاشو شو عملنا شيف؟ كريم باتيسيير باهي كريم باتيسيير نستحق 250 غرام حليب ديليس الحليب ديليس بالطبيعه اي 40 غرام سكر 40 غرام سكر و 30 غرام كريم ديسير كريم ديسير فاني جو فاني علاش اخترت الفاني لهنا خاطر ديجا باش ندخل الشوكولا تختيني معاه باش ندخل كومبوت فريز سيكا باش ندخل دونك حابين نقعدوا على حاجه نوتر نوتر دونك كيما العاده حطيت 170 غرام حليب معاهم السكر على الغاز حطيت 70 غرام هنا 80 غرام حليب ومعاهم البودره كريم بودره كريم دونك عندنا كل شيء اي تفضل 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 وبعد يرجع كل شيء على الغاز وهذه اسهل طريقه باش تطيب لنا الكريمه اللي هليه وما تكلفش وتطلع لنا التكستير نتاعها مريقله جوست حاجه بركه بالنسبه للي يحب ينحي الالاستيسيتي نتاع الكريمه من بعد جوست يخليها الكريمه تبرد شويه كي تبدا دافيه يزيدها حكايه 250 هذوما يزيدهم حكايه 20 غرام زبده ديليس اوكي سي شيف سي سي كريمه الطابط اسرع كريمه في العالم هذه ذهبي شيف دونك هذيك لازم تقعد تبرد على روحها بعد تحطها في الفرن اونتر طون ذهبي باش نرجعوا نخدموا الباتاشو نتاعنا دونك باش نستحق بالعظمه أيوة. بالعظمه نحط لك العظمه الاولى شيف حطي العظمه الاولى باش نخلط ايه لي رولو ليلا لي سويتو ليلا اكسترا الجامبو هذايا دو رولو دو بلي هو اللي نمسح به يديتي اوغوزمون موجود معانا اونتر باش نتعدى من هكا لهكا على خاطر اليوم ديجا بيديا مش بالماكينه شيف ظهالي كان نعطيك بول اكبر خير نو ما يسالش كان عندي علي هذايا مستعمل ديجا اتمد لك ان اوتر بول كبير اوف تفضل وما تخافوش منها لا باتاشو راهو من الاول كي نخدموها تظهر لنا كي نحطوا العظمه من الاول تظهر لنا اون ديغي تبلبزت اي الوغ كو هي با دوتو لازمنا نكملوا نخدموها مليح 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 بمغرفه الوح كيما الشيف امين هكاك وين واهم حاجه زاده ديجا العظم راهو ماهوش فيكس خاطر كيما التو ديدراتاسيون في البات معناها هي سي بات اون فان كونت كيما الخبز كيما الباتاشو عيله واحده هما بات ما لازمش الباتاشو انا فا كونه ما لازمهاش تكون يابسه ياسر مكبوسه ياسر وما لازمهاش تكون مول على الاخر دونك تجي مثلا تستعمل فرينه اليوم نوع وغدوه نوع اخر مي لهنا عندنا فرينه ورده نتصورها ديما ستابل انا شيف زيد ولا ريتو من الاول كيفاش تعمل البات اون ديغي مشي اما لازم يفو كونتينيي وفيها شويه عضلات بالطبيعه شويه طول بال شويه عضلات اي انا نموت عليها الحقيقه مغرومه بها برشا الباتاشو نعملها مالحه نعملها حلوه اون بلوس ال سو كونجيل راهو شيف تعرف شنو نعمل نبوشيهم
ونخليهم هكاك في بلاك في الكونجيلاتور. هو فما بالخطله نتاعهم بدنيتهم كل شيء. بعد خرج الطيب. فما شكون يطيب هذه ديريكت ويخبيهم. وإذا كان أستيوس تحب تستحفظ على الباتاشو وتقعد مول أكثر وطرية البات متاعها، فعوض مش تحط سكر، تحط عسل. داكور. حاجة أخرى، فما اللي يشكون عنده مشكلة في الليزيكلير. الليزيكلير الصبة ما تطلعلوش مطلوقة. دونك شي يعمل ياخذ بق يصب صبة واحدة على طولها، يدخل كنجة، بعد يخرج يقص، تعطيه إكلير طويل كيفها كيف أختها، معناها جست الجناب تلقاها مخشين شوية هكا، يتنحاو الجناب تقعد الليزيكلير المطلوقة. ظهلي نعملك شطر عظمة ولا عظمة كيف؟ زيد 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 مازال. زيله هذا ما يمكن اشتغل اخر. بسم الله. هي بسات هذه عليها اربع عظمات، دونك نحن الاربعه نجمو نكونوا اقل شويه ونجمو نكونوا اكثر شويه من المينيموم موجودين الثلاثه. لي باتاشو هذوما معروفين يطيبوا على الفوراسول، هما الفورك اللي الناس اللي ما يعرفوش الفوراسول كيما فور البيتزا مي سبيسيال للبولونجوري، فهمتني؟ ما يستحقوش خطا من الفوق، ما يستحقوش كراكلا، ما يستحقوش حاجه. بالنسبه للي نشوفوا فيهم سير انترنت في التصاور اي حكايه يبداو بلاش كراكلا من الفوق، هذوك تلقاهم طيبين في فوراسول بالنسبه للي عنده فوراسول. بالنسبه لنا نحن بما انه عندنا فور فونتيلي، العباد اللي عندها في الديار فور بالمروحه، دونك مش نستحقوا الكراكلان. الكراكلان اون فان كونت هو كيما البات سابلي مي خفيفه على الاخر. باش نفسر، عند كعبه الشو اللي احنا قاعدين نخدموا في البات نتاعها، عندنا من داخل كريم باتيسير اللي ديجا خدمناها، وعندنا من فوق كعبه الشو اللي يسمي فيه الشيف كراكلان اللي هي تبدا كي شابو، اما هو ظريف ويتقرمش يشبه للكرمبل، في نفس دايوغ نفس الروسيت الكرمبل، ونحطوه من الفوق باش هكاك الشوم تاعنا يجينا مزيان ويجينا بومبي وهوموجين، معناتها الكل فيه كرميشه فيه البنه. اون بليس نجمو نعملوه كولوري كيما اليوم. اليوم عملته كولوري، مش نعملو نحنا مثلا الكولور روج من الفوق، مش نعملو الكولور شوكولا من الفوق مارون، والكولور فاني، ومن داخل كل وحده رابيل للكولور نتاعها معناها. باهي شيف، اونتخ تون رفيق كريم قدمت مليح في اللي دونك لا عملنا اللي عملته. خليك ملا تبدا تقلي فيهم. شو نحط الزيت نجمه يسخن فيو؟ نحط لك الزيت نجمه. ورينا شيف امين اسكو سي بون حضره الباتاشو وكيفاش نعرفوا كي الباتاشو تحت. انا البول هذه اوكي. اي باه الوغ هيدا عليك شيف كابوني مونتخ تون نزيد نخدموا شويه. حتى هذوما زادا كيما سمعتوا اون بو كونجلي ما غادي لا حتى البريك دانوني كيف كيف دونك يتكنجب حتى طيب دايوغ طيب وشطر تياب اي هو احسن حاجه شطر تياب فوالا يعطيك الصحة دو مانيير جينيرال للكونجيلاسيون كسوا في الشو ولا في اي حاجه سي شطر تياب باش هكاك فريمون تجينا حاجه بنينه وفريشكا اكزاكتو بالنسبه للتكستور نتاعي غزر لك كيفاش تقعد واقفه دونك ابيكابل هنا نحسها بات سوبل مي مش بات مول معناها عاطيه الطوع جست نغسل يدي اغسل يديك شاف دونك عندنا اون باتاشو حضرت باتاشو حضرت الكريم باتيسير حضرت عندنا الكريمه هذيا الكريمه تارتيني اللي هي بالبوفريوا والكاكاو لي نتاع فانواز عندنا المعجون نتاع سيكام ذكركم اللي هو ايلو برودوي دلاني 2021 هذوما الحشو وعندنا الكراكلان اللي باش يحكي لنا عليه توا الشيف. الكراكلان بالنسبه للكراكلان نحتاجوا 50 غرام زبده ديليس 50 غرام زبده ديليس تري 50 غرام سكر 50 غرام سكر هي في الاصل بالسكر كاسونان السكر البني مي تستعمل سكر ابيض عادي ما يقلقش 50 غرام لوز مرحي ولا اي حاجه فرويسات عندك ترحيه اي و50 غرام فرينت ورده سبيسيال جاتو دونك سي ان طون فور طون قد الفرينه قد اللوز قد السكر قد الزبده الزبده لازمها تكون تريه خلطوهم الكل مع بعضهم باش يبدا فريمون خليط متماسك ومن بعد الشيف طلقهم بالقلقال ما بين انا ننصحكم مزيان ما بين دو بابي كويسون معناها تحطوا البابي كويسون الاولاني تحطوا الماس هذيك نتاعكم اللي عملتوها البات بالقلقال وتحطوا البابي كويسون الثاني وتطلقوا فوق البابي كويسون الثاني بالقلقال وتخليوها في الكونجيلاتور باش هكاكا تبدا عندها اون بون فورم وتوا تنخرجها لو طون لي شيف كامل يعمل البوشاج نتاعو
كونجيلاتور شيف اي الفوق هاك عملت برشا انتي شايف للوين الكل ثلاثه كولورات اللي حكينا فيهم اللي هو الفاني والشوكولا والفريز تتفنن علينا شيف والله بطلب من الجماهير على انستغرام عندك الحق نتبع انا برشا الطلبات نتاع اللي فان نتاعنا دونك لازمنا نوفروا لهم اللي يحبوا عليه وي شيف دونك هنا في ديجا كود باش نستحق امبورت بيس نجم نقص داكور دي كاري ونحطهم على الشو بتاعي المفيد بيه تغطي لي الشو الكل الفور قداش الحراره بالنسبه يعني؟ للفور الفور انت وكبر الشو أي. هنا دي ميني شو دونك باش نستعملوا الفور على 180 20 مينوت اهم حاجه ما نحلوش الفور جمله على الباتاشو اقل شيء تتعدى الثلاثه اربعة الوقت باهي شيف دونك هاي ورينا كيفاش نحطوا كل كراكلان نخلي كراكلان نتاعي ونحط هكا ديجا بما انها مغطيه الزايد هذاك باش يمشي على روح حبيت نعملهم كاريات بحكم اللي مش الناس الكل عندها ديزان بورت بيس لي وبيه الكاري يهبط من بعد يهبط يغطي الكل ايوا يغطي خدمه نظيفه وخدمه باهيه دونك باش نعمل صفه ونص صفه ونص من كل كولور باش تمشي اوكي شيف النوبه قد بعضها اونتخ تون ظهر لي الزيت نتاعك سخن دونك نجمو نبداو ولا نسيو و تو فاسون باش نعرفوا لي زيت سخون بالباهي ولا نرمي بوت بات طرفه صغيره مازال ما سخنش فوالا مازال شويه مازال ما تطلع اون فيت كي تطلع البات ما نعرفوا باش تخسين خاطر كان نحطوها والزيت مازال بارد تشرب ياسر تشرب برشا زيت تولي ما عادش عندك الف حق شاف دونك ديجا حضروا اونتخ تون المين تاع باغ كونتخ المين تاع التالياتيلي هو اللي حضر وي دونك هذوك اما في اخر دقيقه نخليوهم بيان سور المقرونه تطيب في اخر دقيقه دونك نذكركم بالمنيو نتاعنا نتاع اليوم قاعدين نعملوا مع الشيف كريم نعملوا في البريك الدنوني اون غوسيت سهله هاكم ريتو في اقل من درجين تنجموا تعملوا بريك الدنوني نتاعكم مع الشيف امين قاعدين نعملوا في لي ميني شو وقاعد يفسر لكم يوريكم كيفاش نعملوا هاليك خاكلان هذوما الكولوري اللون جاي منين شاف لي كولور مثلا اذا كان نحكيو على لاليمونتير نحبوا مثلا نعملوا الاصفر الاصفر دونك نجموا نستعملوا شويه كوب بالنسبه للمارون نجموا نستعملوا الكاكاو بالنسبه للنوار سواء الشاربون اكتيف ولا اللونك دو سيش بالنسبه للفير تنجم تحط شويه سبناخ مصموط تنقص تولي تنقص في الكميه نتاع الواحد ولا بات بيستاش فهمتني معناها تنجم تستعمل زوز اما سيرتو السبناخ والغوش البيتراف هو جاي البيتراف كونسونتري اذا كان مش تستعمل لي كولورون اليمونتير دونك وقت حاجه اخرى مي احسن حاجه بيان سور باش نستعملوا حاجه طبيعيه اذا بدا يسخن شاف بدا يسخن دونك احنا لو طون اللي نطيبوا كعبات البريك الدانوني نتاعنا من بعد باش تشوفوا اللي اون فيت الغوسيت نتاع الصوص طومات سي اون صوص طومات مينوت سهله اكزاكتومون يعطيك الصحه سهله وبنينه وفاوحه لو طون اللي تطيب المقرونه الصوص طومات نتاعنا باش تطيب وي هكا يعطيك الصحه دونك ابان 10 دقائق دونك احنا نتلاقاو من بعد فاصل صغير هذوكم اونتر طون باش يدخلوا للفور ومن بعد نتلاقاو مازلتوا معنا في الكوجينه في البارتي الاولى سي طيبنا بريك الدنوني ظاهر فيه بنين وسهل ريتو كيفاش في اقل من 20 دقيقه فينا عملنا بريك الدنوني وتوا شيف تو باش نعملوا المقرونه دونك تاغلياتيل نتاع ورده اللي هي تيب في 6 دقائق 6 دقائق دونك احنا باش نطيبوها اقل شويه ونكملوا نطيبوها في الصوص باهي تري بيان شيف هي تو الغوسيت باش نستعملوا الطماطم ستيكام سيكام مع الكروفيت والقرنيت طيبنا ديجا القرنيت ما نطيشوش الماء نتاع القرنيت خاطر هذاك باش يفوح الصوص نتاعنا الصوص الكروفيت عندنا كروفيت ديجا مقشره هذيك باش نحطوها في الصوص ومعها القرنيت اون فيت شطر باش نعملوه غريي وشطر الاخر باش نحطوه في الصوص يلا اوني فا شيف فوالا سخنوا الزيت نتاعنا مش برشا امين وي
الشو شو جوست دقيقة ونخرج دقيقة باهي دونك لهنا باش نستعملوا الصوص طماط سيكام دونك سي طماط مفرشكة باهي فيها الثوم دونك اللي يحب يزيد الثوم يزيد على روحه مي هي ديجا مثوم روحة فوالا زيدني ميسيل الشيف على خاطري انا زيدني مغرفة ثوم نحبها انا على خاطر سيغتو ذولي مطعم الكروفيت والثوم ينجحوا مليح مع بعض دابنين برشا فوالا وبعد باش نستعملوا كيما تحب انت المهروش خاطر يعطي تحرحيره فوالا يعطي التونسيه واللي يحب يستعمل هريسه عربي يستعمل هريسه عربي على روحه باهي شويه ملح دونك انت مغرفه صغيره بعد ملح كل واحد على روحه وشويه فلفل هيا وخرجوا لي شو من واو مانيفيك ورينا لي شو نتاعك شيف طابو مريقلين خليهم يبردوا توا سي سا اي باه هنا لانسينا الصوص اوكي شيف اونتر طون انا باش نحط المقرونه تيب اوب حطيت لي وريقات رند هكا طبيعه الحال وحطيت ملح ولا نحط شيف حط 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 شويه ملح باه ولازمناش نحطوا زيت اكبر غلطه هذيك انا بدي ما نحطش الحقيقه زيت خاطر الزيت كي نحطوا الزيت في الماء ومن بعد المقرونه ما تطيبش تولي معناتها ما تشربش الماء باه الزيت يعملها كل القشره من برا تولي ما عادش تطيب فيسا باه اوب اي اوب ستة دقائق على المقرونه وتوا حطوا لي كروفيت باش يعطيو المطعم نتاعهم في وسط الصوص وريقه الحبق زاد كيف كيف عندنا يعطيك الصحه هنا باش نجيبوا شويه ايطاليا معنا سورتو كل الحبق احنا عندنا ديجا في تونس بنين ياسر عندنا كل شيء في تونس لي وانا مغرومه به زرعته في الدار وعمل عليه كيف وكل مره ناخذ ريقات هاو مره نحطه في صوص نتاع مقرونه هاو مره نحطه فوق مع جبن كل مره هكا لا يعطي نكهه معناتها فريشكه اكزاكتومون حتى كي نعمل دي صوص بلانش ولا حاجه ديما نحط معاها وريقتين حبق حبق دونك انا نقص شويه على النار ونخليها تقلى تو دوسمون بشويه بشويه ديجا الكروفيت بدات تطيب فيسا فيسا هي تطيب هي الكروفيت تعرفها طابت كي تبدل كولور نتاعها وي دونك خليوها شويه بشويه ومن بعد نزيدوا عليها القرنيطاتك القرنيطات فوالا مش تو خاطر القرنيط هو ديجا نطيبوه في الماء اي انت باش نمرق شويه بالماء نتاع القرنيط نتاع القرنيط خاطر القرنيط كي يطيب برشا فهم العباد تغلط ساعات القرنيط يطيبوه برشا يولي ما يقومش بيه مازال يابس الوغ كو هو لازمك تطيبه فريمون قد قد باش يبدا فوندو باهي فوالا دونك ما نحطوش توا هو لا ديرنيير مينوت نحطوه جوست مع لا فوالا المقرونة نتاعنا ديجا بدات تتحل بدات تتحل قالنا كان باش نعملوا سوتي ظهر لي الكروفيت فوالا يعطيك الصحة شنو تستحق شاف؟ جوست شوية زيت زيتونة زيت زيتونة ولا زيت نجمة اي ونسخنوا شي برشا باش ما نحرقوش سيغتو القرنيط اوكي شاف توت سويت شوية زيت نجمة ديو بلوس نجيب الوش دونك هنا باش نستعمل الماء نتاع القرنيط الوش صغيرة مش برشا باش تبدا لنا عاقدة شوية جا ريحتها بدات تفوح ها؟ اي باهي هنا فوالا القرنيط ديجا قصيناه اوكي شوف ولا بور باش اللي باش نعملوه غريي هذاك خليوه صوابع كاملين داكور باش من بعد بور لا ديكوراسيون مع شويه ثوم وشويه معدنوس يعطي نكهه اون فيت باش تلقى نكهه نتاع القرنيط والكروفيت اون صوص والقرنيط والكروفيت مشوي فوالا اوكي هذا يسخن سي شيف راهو ايوا باش نقصو شويه في النار باش نحرقو الكروفيت
خذيت نبتي باش برشا فيسا فيسا. فوالا. هاني جيتك شايف. لي طومات فريز شاف باش تخليهم في الاخر بكل. يعطيك الصحه. الطومات فريز في بعد ما نحيو لي كروفيت والقرنيط باش نحطوها في بلاصتهم باش ديجا يشربوا كل لي بارت معناتها الجو نتاع المطعم نتاع الكروفيت والمطعم نتاع القرنيط ويذبلوا شويه ويعطيو نكهه سبيسيال للبلان تاعنا. نزلت حي فوالا. Très bien, chef. Donc, Khalik Tkamel, juste tawa. Presque le chai t'hadarra. Voilà, juste au chai. Et moi, t'as marjouna ma hatinehesh finalement. Pas besoin. Pas besoin. Ça dépend. Et tu ou kifesh t'habba. Il y a des ksa. Bet matem marjouna ou elle bet matem ken bet matem le fresh kanta sika. Voilà. D'accord. Et matem marjouna vraiment, et de ken zitta, bish n'aqada akter chouya sauce. Fant, ok. Hada kit hotta juste la tomate m'tana, la tomate fresh dia. Tati noka akter m'ta tomate. صيفية أكثر. يعطيك الصحة. ولا صيفية أكثر. إيه هذي كروفيتتك. داوي داوي بيادو سيبون. شايف نخليك جوست كمل لي كروفيت نتاعك باش نجي مع الشيف أمين. لي باتاشو نتاعي حليتهم باش يبردوا. أهم حاجة باش تعرف كون الباتاشو نتاعك ناجحة لازم ديجا تبدا فارغة في الوسط. باهي. ساعة لساعة كي تلقاها مكبدة من داخل معناها فيها بابة. دونك هذيك فما مشكله في نقص عظم. واضح. اوكي واضح. دونك لهنا لي غارنيتور سولون عندنا روج لهنا دونك باش نستعملوا كونفيتور تاع فريز. كونفيتور سي كام فريز وعملت كريم ليجير. الكريم ليجير كيفاش؟ احنا طيبنا كريم باتيسير. اي. ولا كريم ديبلومات كل واحد واش يسميها. اي. كريم باتيسير كي تزيدها زبده الديليس معناها احنا عملنا 250 غرام حليب. أي. كي تزيد عليهم 30 غرام زبدة ديليس تولي كريم موسلي. اوكي. نفس الكمية هذيك كي تزيد شطرها كريم فريش ديليس مونتي. اي. تولي لك كريم ديبلومات ولا كريم ليجير. معناها ما نجمو نوصلوا للكريم ليجير الا ما نعملوا باتيسير ومن بعد. شانتي من غير سكر. شانتي من غير سكر ما نجمو نعملوا ليجير الا ما نعملوا باتيسير نحولوها لموسلين ومن موسلين نحولوها ليجير. نعاود معناها. ما خاطر. خذينا الكريم باتيسير نتاعنا زدناها ودورناها بالباتور 30 غرام زبده ديليس ومن بعد كملنا زدنا شطر الكميه هذيك شطر الكميه هذيك اللي هي تجي ابخي 280 300 غرام 150 غرام دونك زدنا 150 غرام كريم فريش ديليس كريم فريش ديليس جوست طالعه بالباتور معناها كي الكريم شانتي وهذا ما يعطي الكريم ليجير. نقول لكم حاجه تنجموا راهو تخدموا ديريكتومون بالكريم باتيسير كان تحبوا. ما هو انا نحب نفحهم اكثر كونه الريسيت هذه نجموا نستحقوها هي ستيل كيل كيما الموس. أي. تنجم تستعملها في لي جاتو حتى في لي مونتاج تاع الجاتو اكثر حاجه يستعملوها في جاتو الفريزي. وي سي فري عندك الحق شيف دونك نجم نستعملوها في برشا حاجات انا لي شو نتاعي نعملهم كريم باتيسير. لحظه باش تسهل عليا الحكايه شيف. وانا لازم نزيد البلوس. انت لازم تزيد البلوس عندك الحق. شيف تستحقش الحاجه. دونك هنا الصوص قريب تحضر. الصوص قريب تحضر المقرونه قريب. الكرنيط نتاعنا ديجا خلقناه حطيته مع الكروفيت. فوالا وجست باش نحط شويه توا باش نحط لي طومات سوغيز معاهم. اوكي شيف. باش يشرب اللي بو. جست بما انه عندنا كونفيتير سيكان دونك نسهل الامور نحطوا لهنا شويه مش باش نعطيو لاسبي نتاع هاك ال اي 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 كيما غير ما تفسر فهمناك الصوص في وسط لاباري كاملة دونك كي باش ناكلوا الباتاشو مش تلقاو الموالو مش تلقاو الكروكون اللي هي بالكراكلا مش تلقاو الصوص اللي هي بالكونفيتير الغلة كل شيء معناها كل شيء معجون سيكا مشمش مشمش باش نستعملوه في الفانيل هنا فوالا واخيرا هالكريمه هذيا نتاع بانواز اللي نموت عليها. دونك احنا نصفي المكينه. اوكي شيف. ديجا هي ميلونج
بلون ونوار. فوالا مع الكريم اللي جاب تعطي حاجه واو. اوبا هنا فما دوميتود هو تجم تقصها على اثنين ولا تقرنيها من الاوطه كل واحد وكيفاش يحب يعني. دونك لهنا اهم حاجه الباتاشو نتاعي تبدا بارده خاطر الكريم اللي جا سونسيبل اللي جا فيها كريم فريش ما تحملش السخانه مش كيما الباتيسير. الباتيسير تجم تزيد الطيب عادي ما يقلقهاش تزيد تعقاد اكثر. عندك الموسلين وعندك الكريم اللي جا ولا الدبلومات هما الزوز هذوما اللي ما يحملوش السخانه. سيرتو في الليكيد لهنا ماذا بيا ندور نعمل باش تحصر باش نحصر الكومبوت خاطر الكومبوت ديجا ليكيد. فوالا يوفى الحب هذوما سي سون دي ديسير وانت قاعد تتفرج في المسلسل في بعد شقة الفطر عندك عباد بريك الدانوني بديت عباد بريك الدانوني كملنا دونك كل شيء حاضر. الصوص نتاعنا خليوها انت على النار باش نخلطوا عليها البات نتاعنا. وي شيف باش نكملوا كيما قلت لك هي طون كويسون نتاعها 6 دقائق. اي دقيقتين اللي قعدوا نكملوهم في صوص طوماط. اوكي شيف ديجا تولي مشخشخه. هذه سي فريمون لاستيوس نتاع المقرونه عندي انا اللي هي فريمون نقصوا ديما دقيقتين من الطياب نتاعها كملوا خليها تطيب في وسط المقرونه اللي هي مازالت على النار وبعد يطفيوا عليها وانا نخليها نكمل خليها دقيقتين قبل ما ندرسها باش تشرب مليح 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 الصوص نتاعها. وبعد ما بقى لنا توا شاف كان نعملوا الدريساج نتاع المقرونه نتاعنا. لي شو حضروا المقرونه حضرت شنو تستحق شاف للدريساج؟ جوست فرشيطه اوكي نخليك ملا تعمل الدريساج نتاعك كي بيت ياغورت بالمشمش نتاع ديليس بالخوخ بلوتو مش بالمشمش. اوب شويه سكر محور انتما تاع فانوز ونحطو في الصحن كعبه هكا كعبه هكا تاع الدريساج. اوكي وتوك الصوص اللي لموها مليح يعطيك الصحه. دونك هنا باش نبداو نحطو بشوية بشوية لي كروفيت نتاعنا اون صوص. قرنيت نتاعنا هو الحاجة الباهية في الغوسات هذه اللي عندك زوز معناتها المطعم نتاع الكروفيت ولا القرنيت يتمشى مليح مع بعض يعطيك الصحة. وعندك حاجة أخرى لو فات اللي طيبوا دود معناتها بطريقتين اي يعطيك زادة مطعم يقوي في النكهة فوالا تاع لي فخي دو ميغ. فوالا نخر لي طومات سوريز ما ننساهمش بيان سور تري تري بيان اكزيت هذاك نكملو نحطو واخيرا لا ديغنيغ تو توش دو شيف الملك فوالا يعطيك الصحة ميرسي بوكو شيف. تجيب لك البريك الدنوني معاك وتجيب حدانا شيف هوب. دونك هوني عندنا المنيو نتاعنا نتاع اليوم. المنيو نتاعنا نتاع اليوم حاجة بنينة وسهلة وريتو في اقل من 50 دقيقة عملنا كل شيء. البات نتاع بريك الدنوني نتاع الشيف كريم يعطيك الصحة شيف والحشو نتاعها وقليناها هذيك قبل حتى الفاصل. المقرونة اللي عملناها بالكروفيت والقرنيت والطماطم الفرشكة بنينة ياسر الباتاشو وعملنا ثلاثة أنواع راهو عملنا لكم وحايد بالشوكولاتة عملنا لكم بالمعجون نتاع الفخيز وعملنا بالمعجون نتاع المشمش افيك اون تخي تخي بون كريم. خذيتوا لي زاستوس الكل باش تنجحوا في الباتاشو نتاعكم. ميرسي امين ميرسي كريم ميرسي لكم انتم اللي تتفرجوا فينا على قناة نسمة. يا جماعة شاهية طيبة وباي باي.
هذا البرنامج برعاية وردة سرها المحبة بمساهمة ديليس. الجوتا هي ديليس نجمة اللون ذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. مناسبة شهر رمضان تمتع مع ليلى بلي برومو سبيسيال على الجافيل ليكيد فيسيل و اسويتو ليلى ماكسي. جولدينا محلاك محلاك يا لميمة. لا كريمة تارتيني فانواز بنتها ما كيفاش. فانواز حلوة منك. ياغورت ديليس يعطيك الصحة. بذرة صدق زرعناها بحب القناها سيكام محبة وغرام.